تتجه الأنظار مع بداية كل شهر هجري وبخاصة شهر رمضان المبارك إلى موضوع الهلال، ويسود بين المؤمنين جو من الاضطراب نتيجة الخلاف الحاصل في تحديد أول أيام الشهر وكذلك أول أيام العيد. وما رد ذلك الاختلاف والاضطراب رؤية الهلال بين الشرع وعلم الفلك؟ فيبدو الأمر وكأنه خلاف بين الدين والعلم، ولكن ما حقيقة هذا الاختلاف العلمية والشرعية؟ وهل يمكن حل هذا الاختلاف؟ رؤية الهلال بين الشرع والفلك وأسئلة حملناها إلى كل من فضيلة الشيخ قاسم المصري والدكتور يحيى الشامي علنا نصل إلى حل هذا الإشكال. فماذا يقول العلم وما هو الرأي الشرعي في موضوع الهلال؟ تسألني عن علم الفلك، وفي الواقع هو علم. لماذا؟ لأنه يقوم على أسس موضوعية وأسس علمية تخضع للدرس وللتحليل وللنتيجة. وعلم الفلك كما كان يعرف قديما هو العلم الذي يبحث في أحوال الأجرام السماوية. وإذا قلنا أجرام سماوية المقصود بذلك النجوم والكواكب والكويكبات وما يتبع ذلك. علم يبحث في طبيعة هذه الأجرام إن لجهة تكوينها أو لقدرها أو لضوئها أو لبعدها أو لحركتها أو لقدرها أو لجهتها أو للعناصر التي تتألف منها تلك الأجرام. هذا في القديم. حديثا ما زال هذا التعريف القديم معتمدا حتى اليوم، بالإضافة إلى ما استجد من أبحاث جديدة تتعلق بعلم الفلك، فصار ثمة كذا فرع من فروع علم الفلك. مثل على سبيل المثال هناك علم الفلك الكروي، وهناك علم الفلك الفيزيائي، وهناك علم الفلك النظري، وهناك علم الفلك الميكانيكي الذي يتحدث طبعا فيما يتعلق بالحركات النجومية، وهناك علم الفلك الذي يتعلق بالطبيعة الأجرام التي تتألف منها تبعا لتطور علم الكيمياء وعلم الطيف. كل هذا أصبح فرعا من فروع علم الفلك. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بفضائل بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى علم الفلك وسائر العلوم الموجودة، الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يتفكر في خلقه وآلائه وعظمته وحكمته، ليكون ذلك دليلا على قدرته وعلى حكمته وعلى عطائه وعلى رحمته في الإنسان. وقد دلت الآيات والروايات الكثيرة، والذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، كل العلوم وكل الطرق وكل التفكيرات بالمبدأ هي حسنة في نظر الشارع، لأنها توصل إلى الخالق سبحانه وتعالى. نعم، يوجد عندنا خلط بين العلوم بعضها مع بعض، فيوجد بعض المصطلحات لهذا العلم استعمالها دون قيد في علم آخر قد توجب الالتباس والخلط في الأشياء. ففي بعض الأحيان قد يصور بعض الناس أن هناك تعارض بين الدين وعلم الفلك أو سائر العلوم الأخرى، وهذا من الخطأ الكبير، وهذا من الخطأ الكبير عمليا، لأن لهذا العلم شأنه ولهذا العلم طريقه
ولهذا العلم خصوصيته، وذاك العلم له طرق وخصوصيات أخرى. بين الدين وسائر العلوم هناك التقاء وليس تنافر، لأن سائر العلوم هي من الدين، والإنسان هو الذي خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل السمع والأبصار والأفئدة ليتعلم الإنسان ويتفهم. علم الفقه له موضوعيات وخصوصيات في أحكامه ونظامه، وسائر العلوم لها خصوصيات موضوعية، إلا أن كل العلوم إذا روعيت النتائج التي توصل إليها والحكم الموجودة فيها كلها توصل إلى الخالق سبحانه وتعالى. فمن هذه الجهة لا تعارض، ومن الجهات الأخرى هناك افتراق، لأن هذا له شأنه الخاص وهذا له شأنه الخاص كخصوصيات البشر مع بعضها البعض وسائر الأمور. وكان لابد من معرفة طبيعة النظرة الدينية لعلم الفلك، فكان السؤال عن ذلك. لأن الدين حث على العلم، وديننا دين علم ودين عقل ودين اعتقاد، فمن الطبيعي أن لا يتجافى علم الفلك مع مفهوم الدين. الدليل على ذلك قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كل هذا يدل على أن ثمة صلة بين الدين وبين علم الفلك، فمن الطبيعي أن تكون نظرة الدين لعلم الفلك نظرة إيجابية، بشرط أن يكون علم الفلك قائما على أسس علمية، وأن لا يختلط به ما كان يعرف بعلم التنجيم، إذ ثمة فرق بين علم التنجيم وعلم الفلك. علم النجوم وهو علم كان يطلق عليه اسم علم الهيئة، يباركه الدين ويدعو إليه، مثل ما دعانا الدين إلى دراسة شتى العلوم الأخرى، باستثناء علم التنجيم الذي كان في زمن ما فرعا من فروع علم النجوم. وهذا ما يدل عليه قول إخوان الصفاء عندما قالوا بأن علم النجوم هو العلم الذي يبحث إما في التقاويم والجداول، وإما في الأحكام يعني في التنجيم، وإما في طبيعة الأجرام السماوية. فالدين يقف موقفا إيجابيا جدا من علم الفلك، العلم القائم على الأسس العلمية الموضوعية التي هي عبارة عن دراسة لطبيعة الإجرام، لتكوينها، لمسارها، لمهابطها، لمطالعها، لمسارها، إلى ما هنالك. فليس ثمة إذن فرق بين الدين وبين علم الفلك في أي مجال. يعني لو قلت أنت أن علم الفلك يكتشف لنا عظم المجرات، يكتشف لنا حركة المجرات، يكتشف لنا هذه النجوم اللامتناهية، يكتشف لنا المجرات اللامتناهية، يكتشف لنا عظمة الخالق في خلقه، حكمة الخالق في خلقه، يكشف لنا هذا العلم أسرار هذا الخلق، لا شك ولا ريب من هذا الجانب هو عين التفقه والتفكر في دين الله، لأن الدين هو عقيدة ونظام. أما العقيدة فكل ما يؤدي إلى الفكر السليم والغاية السليمة والنتائج الحسنة السليمة المؤدية إلى مرضات الله ومعرفة الخالق وصفات الخالق، عمليا هي حسنة جميلة وهي من صميم الدين. فكل إنسان يلجأ إلى التفكر من خلال هذه العلوم، سواء علم الطب في جسد الإنسان أو علم الزراعة في تفاصيل المزروعات وما شكل ذلك، أو علم الفلك في تفاصيل المجرات والكواكب والمرتبط بهذا العلم اللامتناهي عمليا، فكلها علوم توصل إلى الحق، وكلها علوم توصل إلى إذعان الإنسان
بين وتذلل الإنسان بين يدي خالقي، فمن هذا الجانب هي حسنة جميلة ضرورية للإنسان في شتى المجالات والعلوم الغير متناهية، ليس بخصوص علم الفلك. نعم، الشبهة الموجودة هو نقل بعض مسائل الفلك إلى حياتنا العملية، ترتيب بعض الآثار على بعض مسائل الفلك إلى حياتنا العملية. لما بعض الآثار الشارع رتبها، فمثلا يكره الزواج والقمر في العقرب، هذه الكراهة رتبت على أثر فلكي، على مسألة من مسائل الفلك عمليا. تعال إلى مسألة الأزمان، كثير من القضايا رتبت على علوم فلكية، في استحباب بعض، في استحباب السفر في يوم معين، عدم استحباب السفر في يوم معين، استحباب التجارة في يوم معين، عدم استحباب السفر في يوم معين، في بعض الموضوعات رتبت على هذه الأحكام. أما من حيث التفكر فكل هذا العلم نافع في التفكر. الخلط الحاصل أن ترتيب بعض أحكام الفلك على مسائل شرعية لم يأخذها الشارع موضوعا لأحكامه، وهذا خلط في الأشياء. ولا بد من أن نعرف موضوع الهلال في علم الفلك وعلم الفقه. كما تعلم، القمر هو هذا الجرم السماوي الذي يطبع الأرض، يعني بما أن الأرض كوكب من كواكب أخرى تدور كلها حول الشمس تبعا للنظام الجديد، للنظام القديم اليوناني الذي كان يعتبر أن الأرض هي مركز الكون. لا، الشمس هي مركز النظام الشمسي وسائر الكواكب تدور حول الشمس. فبالعودة إلى القمر، هذا الجرم السماوي طارة يرى هلالا وطارة لا يرى وطارة يرى بدرا. فكلمة هلال تعني القمر في بدء تكوينه، في بدء ظهوره لنا، يبدو لنا هلالا ثم يكبر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى درجة 90 درجة متعامد مع الأرض، فنراه وكأنه نصف كرة. هذا ما يعرف بالتربيع الأول. ثم هناك تربيع آخر يعرف بالتربيع الأخير أو التربيع الثاني، عندما يكون مر عليه حوالي 21 يوما من عمره، ويرى بدرا كما تعلم عندما يكون القمر والشمس والأرض على خط مستقيم باستثناء تعرجات، إذ لولا التعرجات لكان ثمة في كل شهر خسوف أو كسوف، ولكن هناك خطوط متوازية وخطوط بسموها ألينيه. عندما يكون القمر في مستوى واحد مع الأرض مع الشمس يكون القمر بدرا. فالهلال إذن يطلق على هذه، على هذا القمر الصغير الذي يأخذ في النمو شيئا فشيئا. ولا يمكن أن يثبت الهلال إلا بالرؤية، بالنسبة لنا الرؤية البصرية. أما الرؤية الأخرى، الرؤية العلمية، فهي تقدر ولادة الهلال قبل أن نراه، تبعا لجداول فلكية أخذت عبر السنين. يقال بأن هلال رمضان أو هلال شوال يولد بساعة كذا، بدقيقة كذا، بثانية كذا، وهكذا دولك. فالهلال هو هذا الجرم الذي نراه من القمر، يبدو صغيرا ثم يكبر في الليلة الثانية ثم في الثالثة إلى أن ينتهي بدرا، ومن ثم يتراجع إلى أن ينتهي إلى هلال آخر الشهر، ثم يدخل في المحاق الذي هو عبارة عن يومين أو 3 أيام بالنسبة إلينا نحن الذين نعتمد الرؤية البصرية. فيما يرتبط في الهلال، هذه المسألة فيها كلام كثير واستحسانات كثيرة واجتهادات كثيرة، في أغلب الأحيان ناتجة عن استحسان، وفي بعض الأحيان ناتجة الأمور عن عدم اطلاع وعدم تفكر وعدم معرفة في الأدلة ومشاكل ذلك. الهلال بما هو هلال، ومنازل القمر بما هي منازل القمر، ودورة القمر والشمس والأرض ومشاكل ذلك، هي من شؤون علم الفلك بحد ذاته. يعني منازل القمر وتفاصيل ذلك هي من شؤون علم الفلك. من الناحية الشرعية، الشارع المقدس بعض الأشياء
لم يعتبر دخل للفلكي فيها كموضوع لأحكامه، لأن الشارع المقدس إذا حدد موضوعا لحكمه الشرعي لا مجال لاعتماد موضوع آخر، وبالتالي اعتماد موضوع آخر دون تحديد من الشارع هو استحسان في الأشياء. الهلال بما هو هلال جعل موضوع لأحكام شرعية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. القمر له منازل عديدة، واحدة من منازل القمر يسمى هلال، مربع أول وثاني وثالث وبدر إلى آخر، هذه منازل القمر. منزلة من منازل القمر تسمى الهلال. الهلال عبارة عن الغرة، يعني المقدار البائن من القمر بعد غروب الشمس هذا يسمى هلال. هذا المقدار يعني خلي نمثل الآن، إذا هذه العمامة أطبقت على الشعر لا يوجد غرة، إذا إمن العمامة لا يوجد غرة، إذا وضعناها بهذا الشكل هذا المقدار المبان هو الذي يسمى غرة. سمي الهلال هلالا الذي فسر باللغة غرة الشيء، هو المقدار المبان من القمر بعد غروب الشمس، يعني عندما دخل القمر كمنزلة في المحاق وخرج من المحاق، إذا تخلف هذا القمر عن الشمس بمقدار شاهده الناس، هذا المقدار بهذه المنزلة بهذه المرتبة تسمى هلال، وغير ذلك لا يسمى هلال. غير ذلك إذا سميناه هلال هو مجاز، هو قمر، ولكل منزلة لها تسميتها الخاصة، حتى في علم الفلك وحتى في الشارع وحتى في العرف، البدر والمربع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذه منازل للقمر، منزلة منه تسمى هلال. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن هذه المنزلة من منازل القمر عمليا، قل هي مواقيت للناس، هذا المقدار هو الميقات والموعد للناس، سواء في عيدهم هو موعد، في صيامهم هو موعد، في حجهم هو موعد، غيره من منازل الهلال لم يأخذه الشارع موضوعا لحكمه حتى يكون موعدا. قد يؤخذ موضوع القمر في برج العقرب، القمر في برج العقرب لا نرى هذه في الحسابات، أن المنزلة الفلانية في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني يكون القمر في برج العقرب، هذا الفلكي يحدده غالبا، وأهل الخبرة في هذا العلم يحددون هذه المنزلة، وأخذ الشارع المقدس هذا الموضوع موضوعا لحكم معين، يكره الزواج مثلا والقمر في برج العقرب عمليا، ولم يأخذ كيفية لتحديد القمر في برج العقرب، تركه لأهل الخبرة. أما في خصوص الهلال للصيام والإفطار والحج وليالي القدر وغير ذلك من الأهلة، جعلت مواقيت للناس. هلأ كلمة ميقات، هو الموعد المحدد بين الناس، إذا كان ميقاتا للناس هو الموعد المحدد بين الناس. الموعد المحدد ينبغي لكل موعود أن يعرف الوقت عمليا حتى يأتي إلى الميقات المحدد له. إذا كان الهلال وهو مقدار معين أو زمن معين بمقدار معين، ينبغي لك صاحب الميعاد أنت وصاحب الميقات أنت وأنا وكل إنسان أن يعرف هذا الموعد بزمانه ومكانه. ولذا جعل الهلال ميقات، فلو سألنا الشارع المقدس عن الهلال الذي هو ميقات لوجدنا أن الهلال مرتبة واحدة واسم واحد فارد لا يتعدى إلى اثنين. ولو سألنا الشارع المقدس ما هي الطرق عندك لمعرفة أيهم من منازل القمر هو الهلال، أي منزلة من منازل القمر هو الهلال،
أو كيف يثبت عندك أيها الشارع المقدس الهلال؟ لا، أجابنا الشارع بطرق نصبها لإثبات الهلال. فاعتبار غير ما نصبه الشارع لإثبات موضوعه، إذا تدخل الشارع في إثبات هذا الموضوع، يكون تعديا على الشارع واستحسانا من عند أنفسنا. وهذا منشأ الشبهات عند كثير من الناس الذين يقولون ويتأولون الأمور بحسب استحساناتهم وآرائهم. ولما سألنا عن طرق ثبوت الهلال كان الجواب: قلت لك بأن من جملة علوم الفلك العلم الذي يبحث في الجداول الفلكية والتقاويم، يعني علماء الفلك القدامى، هناك البابليون، هناك المصريون، هناك الهنود، هناك اليونان، راقبوا السماء منذ فجر تاريخ البشرية، وراقبوا طبعا القمر كما راقبوا الشمس، كما راقبوا النجوم، كما راقبوا الكواكب، فوضعوا عبر دراسات مستفيضة، وضعوا جداول لتلك الأجرام السماوية. يعني لو أخذنا الشمس، عرفوا من خلال الملاحظة أن الشمس تنتهي في أقصى درجة تصل إليها من جهة الشمال إلى نقطة ما، كما راقبوا الشمس ذاتها عندما تهبط باتجاه الجنوب إلى أن تصل إلى أقصى نقطة باتجاه الجنوب، ولم تتجاوز تلك النقطة لا شمالا ولا جنوبا. فعندما لاحظوا هذه الملاحظات عبر مر السنين، اعتبروا أن هذه النقطة التي وصلت إليها الشمس في الشمال هي أقصى حد يمكن أن تصل إليه الشمس. كذلك بالنسبة إلى النقطة الأخرى المناقضة لها باتجاه الجنوب، ثم لاحظوا كيف أن الشمس عبر التاريخ وعبر السنين وعبر الأعوام لا تتجاوز هذه النقطة ولا تتجاوز هذه النقطة. كما لاحظوا أن هذه الشمس التي تدور بالنسبة إلينا، هكذا يخيل لنا علما بأن نحن ندور مع الأرض والأرض تدور حول الشمس، لاحظوا أن هذه الشمس تنتقل عبر 12 شهرا عبر مناطق نجومية يطلق عليها اسم الأبراج. فاعتبروا هذه المنطقة التي تتكون من هذه الأبراج الاثني عشر الموزعة على 12 شهرا، اعتبروها منطقة تداول الشمس عبر العام الواحد. فعملوا حسابات، توصلوا إلى أن هذا الحساب يقول بأن السنة الشمسية مثلا 365 يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة وكذا. هذا علم ثابت أمكن إحصاؤه بدقة ولا يمكن تجاوزه أبدا. كذلك بالنسبة إلى القمر، لاحظوا أن القمر عندما يولد يكبر شيئا فشيئا، فالتربيع فالبدر فالتربيع الأخير فالنهاية فالمحاق، لاحظوا أن هناك 29 يوم و12 ساعة و4 دقائق هي عمر القمر الفلكي، وهناك 27 ساعة 27 يوما و12 ساعة وبضع دقائق هي عمر القمر العام بالنسبة إلينا كرؤية، 29 يوم ونص تقريبا. هذه الملاحظات عبر التاريخ وضعوا لها جداول، ومن هنا كان حسابهم للتنجيم، حسابهم للخسوف وللكسوف. ولكن عبر ملاحظات طويلة أخذت منهم قرونا طويلة، البابليون أول من وضع جداول فلكية، وقالوا بأن القمر في هذه الساعة يولد وفي هذه الساعة يكون كذا وكذا وكذا، وعنهم أخذ العرب هذا العلم. ومن هنا برع كثير من علماء الفلك، منهم الخوارزمي، منهم أبو معشر الفلكي، منهم أبناء منصور، منهم السبزي، منهم كثيرون. ولذلك نقول بأن القمر يخضع لمقاييس علمية ثابتة لا تتغير عبر الأجيال. نعم، دورة القمر تتغير بالنسبة إلينا من مكان إلى مكان، ومن منطقة إلى منطقة، ومن نقطة إلى نقطة. من هنا يقع الخلاف، فقد يبدو الهلال عنا هنا في لبنان مثلا قد يبدو لنا صغيرا، قد يبدو لنا في منطقة أخرى أصغر، قد يبدو في منطقة أخرى أكبر، تبعا لمكان وجود القمر في تلك، من شهر إلى شهر ومن فصل إلى فصل. الطرق التي نصبها الشارع لإثبات الهلال عمليا طرق محددة في الروايات وبصورة واضحة، وحددها العلماء من الناحية الفقهية، والروايات في ذلك واضحة الدلالة وظاهرة في ذلك.
فمثلا صم للرؤية وافطر للرؤية، في مسألة الرؤية هذا أمر مسلم واضح عند جميع الفقهاء لا اختلاف فيه ولا داعي لذكره، أن الرؤية طريق أساسي لمعرفة الهلال وأنه هذا هو الميقات المحدد للناس. في غير الرؤية إذا لم أرى أو لم يتسنى لي الرؤية بسبب من الأسباب، جعل الشارع طريقا في ذلك للناس وللحاكم الشرعي أيضا، هو شهادة عدلين رأيا الهلال. فإذا أتانا عدلين قد رأيا الهلال وشهدا وتطابقت الشهادة في رؤيا الهلال زمانا ومكانا وما شاكل ذلك، يمكن لكل إنسان مؤمن وثق بهما أن يأخذ بكلامهما، ويمكن للحاكم الشرعي أن يعمل نظره في الشهادة لأنه هو من أهل الخبرة في تحديد ومعنى الشهادة. فإذا أعمل نظره في الشهادة وتمت عنده الشهادة من فلان وفلان أنهما رأيا الهلال، جاز له حين ذلك أن يحكم بثبوت الهلال لهذا الشهر. حكم الحاكم على شهادة العدلين أنهما رأيا الهلال وأن الشهادة على طبق موازين الشريعة المقدسة كما وردت في الروايات وكما ورد في حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان يقضي في الهلال بشاهدين عدلين مرضيين في الرواية، فمثل هذه الشهادة لا شك ولا ريب أنها معتبرة، وحكم الحاكم المستند إلى هذه الشهادة يكون نافذ لأنه من أهل الخبرة في معرفة الشهادة. غير طريق الرؤية وحكم الحاكم بالشهادة عملياً، ورد إذا غم الهلال أو بسبب من الأسباب لم تكن الرؤية موجودة، فورد من الشارع المقدس إذا ثبت الشهر الماضي أن يعد الإنسان 30 يوما فيصوم أو 30 يوما فيفطر إذا كان في شهر الصيام. هذه الخصوصية الثالثة الذي حكم بها الشارع. الخصوصية الرابعة الذي لا دخل لها، إذا لم يثبت عندك الهلال وقد عديت 30 يوما أو ثبت عندك الهلال، إذا ثبت أو ثبت عندك الهلال في بداية الشهر وفي نهاية الشهر ب29 يوم، وأتاك أناس من مصر آخر من بلد آخر بشهادة عدلين مرضيين أنهما رأيا الهلال قبل رؤياك الهلال بليلة، فورد في الروايات أنك تقضي هذا اليوم ولا شيء عليك. يعني حتى فيما لو لم يتسنى لك رؤية الهلال ولم تقم شهادة الحاكم حكم الحاكم الشرعي بشهادة العدلين برؤية الهلال، وصمت على العد أو صمت على رؤية فتبين فيما بعد خطأ هذه الرؤية، أو أن أناس شاهدوا الهلال قبل ليلة وكنت قد صمت 29 يوم تقضي هذا اليوم. نعم لو صمت 30 يوم لا يوجد عندنا يوم 31، فلا شك ولا ريب لا اعتبار لهذه الرؤية إذا كانت تؤدي إلى يوم 31 في الشهر. وفيما يتعلق بالرؤية وإمكانيتها مواقف مهمة لكل من الدكتور يحيى الشامي والشيخ قاسم المصري. اتفقوا على وضع جداول فلكية، ومن هنا نعرف قبل نهاية العام كل شهر من الشهور القمرية وضعوا لها حسابات، يولد ساعة كذا ويغرب ساعة كذا، هذه حسابات فلكية تبع للمقياس، ولكن نحن نصطدم بالرؤية، يعني نصطدم بالحديث الشريف الذي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لو لم يكن هذا الحديث لكنا اعتمدنا الفلك وقلنا لنختصر هذا الجدال أو هذا الجدل العقيم ولنعتمد ولادة الفلك، لكن ديننا لم يفصح عن هذا الشيء بل قال صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. نعم هناك خلاف في الرؤية، هل هي الرؤية البصرية أم هل هي الرؤية الذهنية أو العقلية؟ والمقصود بالرؤية، وإن كنا طبعا لغويا إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد بأنهم حددوا الرؤية، قالوا هي الإبصار الشيء إما بالعين وإما بالعقل، ومن هنا الخلاف وقع.
الرؤية البصرية يعني أن أعتمد بصري وأنت تعتمد بصرك ونرى الهلال. الشارع المقدس عندما حدد موضوع للهلال، ما الذي يمكن للفلك أن يحدده؟ الفلك عنده حسابات، بهذه الحسابات تقول أن منازل القمر 29 يوم 12 دقيقة وكذا، يعني 29 يوم ونص عمليا. ما عندنا شهر 29 يوم ونص، عندنا الشهر إما 29 وإما 30. هذا النصف من منازل القمر بحسب الحساب الفلكي، إما أن يتخلف القمر فلا يرى فيكون هذا النصف أتبعناه للشهر الماضي، وإما أن يرى بأول خروجه عن المحاق، يعني من أول يوم خرج فيه عن المحاق، فيكون 29 يوم ونص صاروا 29 عمليا والنصف للشهر اللاحق. وبالتالي من الناحية الشرعية أخذ رؤية الهلال، لأنه قد يتقدم ببعض الوقت وقد يتأخر بعض الوقت عن حساب الفلكي. إذا أردت أن تأخذ حساب الفلكي في ولادة القمر، يعني خروج القمر عن المحاق بعد ما صار هلال، خروج القمر عن المحاق، ما اسمه هلال خروج القمر عن المحاق؟ وهذه من الشبهات الشائعة. خروج القمر عن المحاق يمكن للفلكي أن يحسب أن القمر خرج عن المحاق بالساعة الفلانية، المقدار الذي يحسبه الفلكي بيطلع 29 يوم وساعات، 12 ساعة وكم دقيقة. هذا المقدار لا يمكن أن يكون هذا المقدار هو بداية الشهر، لأن هذا يأتي الساعة 12 بالليل، 2 بالليل، 10 الصبح، 8 العصر، هذا مقدار متفاوت، ولا يوجد عندنا بدء شهر إلا بعد غروب الشمس هذه الليلة لليوم الغد. وإذا أردنا أن نعتبر الولادة الهلال يعني الخروج عن المحاق، هذا المقدار إلى المغرب بداية الشهر، يعني علمنا أن القمر قد خرج عن المحاق، إذن غدا بداية الشهر عمليا. الشارع المقدس هذا المقدار لم يعتبره، ولو اعتبره الشارع ما لم يكن هذا ميقاتا للناس. ميقات للناس اسم جنس للناس، يعني لكل الناس، المزارع والتاجر والعالم والفلكي وغير الفلكي والصحراوي وغيرهم، هو ميقات لهم جميعا. فلو اعتبر الشارع منزلة خاصة من حساب الفلك هي الميقات عمليا، لكان المكلف في ذلك هو خصوص هذا الناس وعلى الناس اتباع هذا الإنسان. هذا لم يرد في شيء من الأدلة الشرعية، بل ولد خلاف ذلك، بل ولد أن لا اعتبار للفلكي ولا للتنجيم ولا لغير ذلك في إثبات الهلال، وإنما الاعتبار في إثباته هو الرؤية وعد 30 يوم من الشهر الماضي وشهادة عدلين حتى بعد الرؤية أن نصوم أو نقضي يوما آخر، وهذه محددة بالفقه بصورة واضحة. إذن نحن نتحدث عن أحكام شرعية، فالموضوعات يحددها الشارع، إن لم يحددها الشارع وأوكل الأمر إلينا كعرف نرجع فيها إلى أهل الخبرة. الشارع في خصوص إثبات الميقات والموعد في الأهل جعل لها طريقا، لو لم يجعل لها طريقا لرجعنا إلى أهل الخبرة ولسألنا أهل الخبرة في ذلك. عندما جعل طريقا لا دخل لغيرهم من مسائل أهل الخبرة، لا نكذب أن صاحب الفلك يقول ولد القمر أو خرج القمر عن المحاق الساعة الثانية ليلا و15 دقيقة و30 ثانية مثلا، لا نكذبه، ولكن ليس هذا موضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي بحسب الدليل الشرعي، ما قاله الفلكي هو مجرد علم لا دخل للحكم الشرعي. يعني كيف يمكننا أن نلزم الشارع المقدس بموضوع لم يكن هو موضوعا عنده، جعل الحكم في الصيام والإفطار والحج بطريق مخصوصة على هيئة مخصوصة بأسلوب خاص. قولنا
أن قول الفلكي حجة في ولادة الإله، حجة في ولادة الإله بس لا يترتب عليه أي حكم شرعي. قولنا حجة في ولادة الهلال وننزم الشارع المقدس بترتيب الأثر على قول الفلكي، فأصبحنا نحن المشرعون وليس الشارع المقدس وليس النبي والأئمة الأطهار أصحاب التشريع، صرنا نحن اللي عم نشرع. قطعا، لأنه موضوع مختلف، موضوع مختلف كليا عمليا، فكيف لنا أن نتحدى الشارع المقدس بإثبات موضوع أنكره الشارع ولم يجعله؟ فمثلا القياس الشارع المقدس نهى عنه في أحكامه الشرعية، فلا يمكن أن تصاب دين الله في العقول وفي القياس في الأحكام الشرعية. أما المدركات الشارع المدركات شيء آخر، وهذا تفصيل واسع ولطيف ليس الآن شأنه. فالقياس مثلا، القياس من الظنون الذي يستحسنها كل إنسان منا. الشارع قال الأحكام الشرعية تؤخذ من خبر الثقات وهم ظنون، ولا أخذها من القياس في شيء من الأشياء، وبالتالي جعل طريقا لأخذ أحكام الشرعية، جعل موضوعا لأحكام الشرعية. لا يمكننا أن نتأتى بشيء آخر نفرضها على الشارع، وإلا لكنا نحن أصحاب الشريعة ونحن المشرعون، وهذا باطل بالضرورة. نعم، قد يتأتى لبعض الناس أن ما ذكره الشارع من إثبات الهلال هو طريق لمعرفة ولادته، لا شك ولا ريب، ظاهر الروايات وهي الحجة أن غير ذلك. وإذا كان ظاهر الروايات غير ذلك، كيف لنا أن ننسب للشارع المقدس ما لم يثبت بالروايات والأدلة الشرعية؟ حتى في الآية المباركة الأهلة مواقيت، ولم يقل خروج القمر عن المحاق ميقات. الفلكي لا يستطيع أن يحدد أنك ترى أو لا ترى الهلال. يقول الفلكي يمكن الرؤية في مكان بحسب بعد القمر، يعني بحسب ساعة الولادة وتأخر الولادة، يعني يقولون والله أقرب نقطة يمكن للإنسان أن يرى فيها الهلال أن يكون قد تخلف عن الولادة 14 ساعة أو 12 ساعة أو 17 ساعة، وهذه ليست رؤية عادية، صعبة جدا يعني، بس افترض أن يقول يمكن. طيب الشارع ما أخذ الإمكان دليل ثبوت الهلال، أخذ رؤية الهلال، لأن الممكن قد يقع وقد لا يقع، فكيف يكون الإمكان دليلا؟ فإن وقع هذا وافقنا الشارع. طيب إن لم يقع، لا تأخذ الإمكان موضوعا، يعني أنا أقول لك بعتك هذه، إذا كانت هذه ملكي فبعتك إياها، وهي ليست ملكي الآن، قد تكون ملكي وقد لا تكون ملكي. إذا أمكنت الرؤية فقد ثبت الهلال، لا، نقول إذا أمكنت الرؤية فعند الرؤية يكون قد بدأ الشهر، وبالتالي هذا خلط في الأشياء، لأن الموضوع لا يحدد على مجرد الإمكان، ولم يكن الإمكان دليلا شرعيا بوجه من الوجوه، إذ أن الإمكان قابل للوقوع وقابل للعدم. فأيهما موضوع الحكم الشرعي، الوقوع أو العدم؟ الإمكان بحد ذاته غير قابل، هو فرض مردد. فإن وقع ورأينا الهلال هذا هو موضوع الحكم الشرعي فاتفقنا، وإن لم نرى الهلال فهذا ليس موضوع الحكم الشرعي، إذا اختلفنا. وكيف لنا أن ندخل هذا الإمكان في موضوع حكم الشارع لم يأخذه دليلا على حكمه بوجه من الوجوه؟ إلى هذا الحد انتهى الجزء الأول من موضوع الهلال بين الفلك والدين. نتابع ما تبقى في الموضوع في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.